على فقراتنا إلى بريطانيا، ومعي مباشرة على سكايب فيصل العبدي الناطق الرسمي مسؤول علاقات مجلس الجاليات والمنظمات اليمنية. أهلا بك يا فيصل، مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ محمد، يا سعد مساءكم والمشاهدين الكرام. حفظك الله يا أخ فيصل، ونحن سعداء عندما نتحدث إليكم سواء في بريطانيا أو في غيرها. يا أخي فيصل، لاحظت بأنه هذا المسمى جديد بالنسبة للجاليات، هل هو جزء من عمل الجالية اليمنية مثلا رئيس الجالية اليمنية أو باقي الأعضاء، أو هذا مسمى آخر هو أكثر شمولا وأكثر يعني اتساعا من الجالية؟ مجلس الجاليات هو مكون من الجاليات كاملة، معنا 13 جالية ممتاز. و12 منظمة مدنية يمنية تعمل في المجال المدني التعليمي الحقوقي. اجتمعنا في مجلس واحد لكي نتشارك همومنا كمغتربين وكرؤساء جالية وقيادات الجالية والمنظمات، وأيضا للبحث في الحلول المستعصية والأزمات، وأيضا طرح بعض المشاريع المشتركة بين المنظمات والجاليات لتوفير نشاطات أكثر للجاليات. ممتاز، هذا ما نريد يا فيصل، بأن يكون إطاركم واحد وأن تعملوا جميعا في خدمة المغترب وفي خدمة القادمين إلى بريطانيا الجدد. طيب، برمنغهام وشيفيلد وليفربول ولندن، هذه مسميات للجالية، كم عددهم؟ قلت لي 13، ممكن تذكرها لي لو سمحت يا فيصل؟ معنا 13 جالية الموجودة في لندن، جاليات في كارديف، في مانشستر، في ليفربول، في برمنغهام، في هيلزبرن، في ساندويل، في ساوث شيلد، أيضا في برايتون، والجالية الجديدة في اسكتلند. هذه الجاليات الموجودة معنا في بريطانيا، وأيضا معنا منظمات مدنية وحقوقية وتعليمية تعمل في المجال وخدمة المجتمع. لذلك أسسنا المجلس، أو تم تأسيس المجلس من السابق لتفعيل الأنشطة المشتركة بين الجاليات ورفع قيمة الأداء الوظيفي للجاليات. أشعر بأن عملكم يا أخ فيصل منظم وجميل، طالما هذا المجلس الكبير يستوعب كل الجاليات. أثر الجالية اليمنية على باقي الجاليات العربية الأخرى، لأنه تاريخ الهجرة إلى بريطانيا قديم جدا، حدثنا عن هذا الجانب. من المعروف الجالية اليمنية هي من أقدم الجاليات المهاجرة إلى بريطانيا، يعني قبل حتى الجالية الباكستانية أو الهندية أو صحيح البنغالية. صحيح، الهجرة بدأت يعني في حوالي القرن التاسع عشر في 1817، عندما تم فتح قناة السويس وسهلت عملية الإبحار من البحر الأحمر، وكذلك وجود فرص العمل بالنسبة لليمنيين الموجودين كان في محميات عدن، فتوفر لديهم فرصة الترحال إلى أوروبا وإلى بريطانيا خاصة والعمل في المجال البحري في البحارة في الفترات الأولى لهم. وكذلك بعد الرحلات اللي هي طبعا الهجرة الأولى كانت في 1870، كانت بعد بسيطة. الهجرة الثانية كانت في 1930، الهجرة الرابعة كانت في 1950، كانت بعد الحرب العالمية الثانية. الملكة البريطانية إليزابيث الثانية نعم منحت المستعمرات اليمنية أو المحميات نعم اليمنية في عدن الجواز البريطاني، مما سهل الهجرة الثالثة لليمنيين بهجرة صحيحة بجوازات بريطانية. فكانت كثافة في مرحلة 1950، فلها بعض الهجرات المتقطعة في بعد. طيب، لو أسألكم يا أخ فيصل عن أبرز المشكلات التي تواجهكم كجالية يمنية موجودين ومتأصلين في المجتمع البريطاني، لا شك بأن هنالك اللغة العربية واحدة من المعضلات التي يجب أن يتعلمها أبناؤكم ويكونوا يعني مدمجين فيها على أساس الحفاظ على اللغة والهوية والتاريخ أحد الأهداف الأساسية في الجاليات المنظمة اليمنية هي الحفاظ على الموروث اليمني والإسلامي والديني والعربي. ف يعني أكثر اهتماماتنا في الاستثمار هي التعليم اللغة العربية أو ممتاز. التعليم الغير نصي. فمعظم الجاليات تكثف، كان لدينا بعض الدعومات في السابق، لكن خلال المرحلة الماضية لا تزال لدينا دعومات، لكن ما زلنا نحاول السعي وإيجاد المناخ المناسب لإنجاح هذه المشاريع. طيب يا فيصل، أنا سأعطيكم خدمة أيضا إضافية في البرنامج، أنا ممكن حتى بشكل يعني منفصل كل جالية أجري معها حوار لمدة 10 دقائق في قادم الأيام أو في الأسابيع القادمة، فلو سمحت يا أخي الكريم سأعود لك إن شاء الله بعد البرنامج لترشح لي في كل أسبوع جالية نرد لهم الجميل ونشكرهم على اهتمامهم ومتابعتهم. آخر سؤال يا فيصل، كم عدد أفراد الجالية اليمنية مجتمعين في بريطانيا تقريبا؟
الجالية تركز في برمنغهام، لكن العدد لا يوجد يعني إحصاء. إحصائية دقيقة. نحن نزرع يعني بال100 ألف، بال120 ألف، وخاصة الهجرات الأخيرة الموجودة يعني خلال ال10 سنين الأخيرة، لكن لا ترتفع عن أكثر من 100 ألف. تركيزا في مدينة برمنغهام، هي أكبر جالية. عندنا 3 جاليات في مدينة برمنغهام، اللي هي ساندل وهلزون وبرمنغهام. الباقي بتوزع ما بين شيفيلد وليفربول ومانشستر كارديف لندن وبعض المناطق الاخرى. انا طيب اتمنى استاذ فيصل بدا كذلك، اذا اتيحت لكم الفرصه، ان تركزوا على المشاكل المرحليه القادمه للمغتربين بالنسبه للسفر، بالنسبه للاعاقات، بالنسبه للصعوبات اللي تواجههم في المطارات صحيح العربيه صحيح عندما يذهب الى اليمن. فأتمنى في الحلقات القادمة، خاصة وأن الأيام هذه سوف تكون فترة سياحة وسفر صحيح ورجوع إلى الوطن، سنواجه مشاكل كثيرة بالنسبة لغلاء الأسعار، الطيران، المشاكل والصعوبات التي تواجه المغتربين في مطارات القاهرة أو مطارات عمان أو غيرها من المطارات الأخرى. صعوبة كذلك بعض المشاكل الداخلية بالنسبة للمنظمات الحكومية مثل اليمنية أو السفارة وكذا. نتمنى في الوقت القادم أن تركزوا على هذه المشاكل، صحيح وأنا مستعد أن أوفقكم، يعني أخلي رؤساء الجاليات يعملوا معك لقاءات منفصلة وتأخذوا أكثر معلومات، وكذلك نحاول أن نحل بعض الإشكاليات طيب اللي تعيق ممتاز المغتربين خاصة في موضوع السفر. حديث مركز يا فيصل، وخدمتنا جدا في هذا الموضوع، موضوع الجاليات اليمنية، ونحن على استعداد بأن نكون معكم، وفي كل حلقة سنناقش جزءا من هذه الإشكالات واهتماماتكم. أتمنى لك يا فيصل كل خير، أنقل سلامنا ومحبتنا طاقم البرنامج لكل إخوتنا المغتربين في أقاصي هذه الأرض في بريطانيا. تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله.